الجديد كما سبق وحكيت هو أغنية على طريقة لايركس فيديو. بصراحة أنا أشوفها فكرة غير جيدة أبدا لأي بنت أنها تقوم بهذه الخطوة. نشوف كل حاجة في بلاصتها، معلش تكمل قرايتها أبخي الزواج ما راح يهرب. هذا رأيي. شعور جميل ورائع أنك تحاول دايما تقدم صورة جميلة عن بلدك. وقتاش بالضبط ما قدرش نقول لكم، لكن very soon. أهم صفة لازم الواحد يتحلى بها في تعامله مع الناس هي أنه يتعامل بأخلاقه هو ومبادئه هو، ومهما يكون ما يتخلاش عنها، استطاع ما يوقعش في فخ الاستفزازات. هذا أهم شيء، لأنه الإنسان أحيانا لما يخرج عن شعوره ممكن يقوم بأشياء ما تشبهلوش، لكن حذاري. لا ما فكرتش إنه شوية غريبة تعتزل الغناء بس تتجه للتمثيل، علاش واحد ما يقدرش يديرهم ليدو؟ لا. أما فيما يخص العروض، كان كاين عرض من فترة بسيطة جدا، لكن مع أزمة كورونا والأوضاع راهي تزيد تتأزم، بصراحة مش مؤهلة لمثل هالتجربة الآن.